بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية الأصيلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة. وتأتي البطولة في إطار حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد على مواصلة ازدهار رياضة جمال الخيل العربية وانعكاسها بشكل إيجابي على المشاركات الخارجية البحرينية، كما أنها تخلد ذكرى داعم رياضة جمال الخيل العربية المغفور له بإذن الله سمو الشيخ فيصل بن حمد الخليفة طيب الله ثراه. وأعرب الملاك والمربين عن شكرهم وتقديرهم إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة على جهود سموهما في مواصلة ارتقاء رياضة جمال الخيل في المملكة، خصوصا أن البطولات المحلية تنعكس بشكل إيجابي على المشاركات البحرينية الخارجية. وأكد الملاك والمربين أن رياضة جمال الخيل العربية تسير بخطى ثابتة نحو مواصلة التطور، وهو ما يؤكد حرص سمو الشيخ ناصر على الدور البارز الذي يقوم به سموه، مشيدين بدعم واهتمام الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله. واستعرضت الجياد جمالها وأناقتها ورونقها وسط تميز من العارضين الذين أظهروا المعالم الجمالية للجياد بحضور جماهيري جيد ومشاركة جيدة. هذا وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بعد ختام كل مسابقة، وسوف تتواصل البطولة في يومها الثاني حيث ستقام منافسات الأمهر والأفحل، ومن المؤكد أن تكون المنافسة قوية وشديدة.